أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فخور وخلق الجان من مارج من نار فبأي